أظل الفنان الأردني مهند درة منذ نعومة أظافره في تطوير الفن التشكيلي بالمملكة الهاشمية، وذلك بالاعتماد على أساليب متطورة في التلوين والتشكيل، إضافة إلى تقديمه الفن التجريدي والتكعيبي ليكون أول فنان يقدم هذه النوعية من الفنون في الأردن. ممكن يكون في هناك صعوبة للمشاهد الذي لا يملك عين مدربة على اللوحات التجريدية، لأنه يبحث في اللوحة عن رموز وعن أمور يعرفها في الطبيعة. وتخرج الدرة من أكاديمية الفنون الجميلة بروما ليعود بعدها إلى الأردن ويؤسس معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة في عام 1971، والذي تخرج منه أهم الفنانين الأردنيين. وقدم الدرة أعماله التشكيلية التي رسمها على مدى 50 عاما من حياته الفنية، قدمها في العديد من العواصم الأوروبية والشرق أوسطية، وهو الأمر الذي لفت الانتباه إليه كفنان مجدد مزج في لوحاته بين البيئة العربية والأوروبية. ونظيرا لجهود الدرة الكبيرة في التوعية بدور الفنون التشكيلية، نال أرفع وسام في الدولة بعد تكريمه بوسام الملك حسين للعطاء. وسام للحركة الفنية هو اعتراف لأول مرة بهذا الشكل بشيء اسمه فنون جميلة في بلد زي ما سبق وقلنا أنه بلد تعترف فقط بفرسان الكلام. وللدرة لوحات رائعة في أماكن مرموقة بالعالم كدولة الفاتيكان والقاعة الإمبراطورية باليابان ومبنى بلدية العاصمة الأمريكية وجامعة سان فرانسيسكو وغيرها من الأماكن المهمة، الأمر الذي جعله في مقدمة التشكيليين العالميين وليس العرب فقط.